هتنزل معانا مقادير البسارية اللي اتطلبت مني كتير، وهنقول طريقتها اسهل منها مفيش. اهم حاجه في البسارية بعد المقادير ما تنزل، اهم حاجه ان البسارية تكون ناشفه قوي. يعني ايه ناشفه قوي؟ يعني ما تولاش نقطه ميه. لو اهي مقادير البسارية معايا، كيلو بسارية، حاضر، كيلو بسارية معايا، ربع كوبايه عصير ليمون على الكيلو، ربع كوبايه زيت سندباد، نص كوبايه ملح خشن، ولازم يكون خشن عشان يحفظ لي البسارية، معايا معلقتين كبار من الشط. مقادير سهله وبسيطه، نكتبها ونصورها بسرعه كده وهنقول هنعمل فيها ايه. اهم حاجه الغساليه، اسفه، البسارية تتغسل ازاي؟ مش عايزه يطولها ميه، مش عايزه يطولها ميه. طب ما احنا هي زفره، ماشي، ما احنا هنتصرف في الزفاره بتاعتها دي، طالها ميه يبقى هي باظت معانا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان طالها ميه وجينا نخللها اي سمك هنخلله ما ينفعش ان يبقى فيه ميه. البسارية مش سمكيه زي البوري كده لما نيجي نعمل الفسيخ ان احنا نمسكها وبنمسك المنديل وننشف من الخياشيم وننشف من بره ومن جوه. البسارية لو عملنا حاجه زي كده هتتهري معانا وتبوظ. ايه السبب او ايه الحل ان هي تبقى نظيفه مش زفره وفي نفس الوقت تبقى ناشفه؟ حاجه واحده بس، هنحطها في مصفه تكون مفتوحه ما تبقاش متكومه على بعضها، يعني او هقول لكم ايه، مصفة تكون كبيرة واسعة. أهم حاجة إن البسالة لما تكون محطوطة ما تبقاش مكومة لك على بعضها، لا تكون مفرودة. حاضر، اديني ثانية واحدة، تكون مفرودة وهروح عاملة عليها عصرة ليمون واسيبها في المصفة شوية، مش شوية، يومين. هسيبها في المصفة يومين، تكون متغطية طبعا علشان ما يبقاش عليها، يجي عليها طيرة ولا يجي عليها ناموسة ولا حاجة. أغطيها بشاش أو أغطيها بكيس، وتفضل في المصفى بعد عصير الليمون ده، عايزاها تنشف خالص لمده اليومين، تبقى ناشفه خالص. بعد كده هبدا اعمل عليها ايه؟ ابدا احط عليها الملح، وابدا احط عليها عصير الليمون، وابدا احط عليها الشطه بتاعتنا. بطرمان يكون ناشف جدا ما فيهوش ولا نقطه ميه، يتحط في البطرمان راق بسارية، راق ملح، راق شطه، معلقه صغيره مثلا. وبعد كده في الاخر خالص بحط كميه زيت سندباد على الوش علشان يغطيها. ونقفلها 3 ايام بالكتير قوي، هتلاقوها في منتهى الجمال، نظيفه وملهاش ريحه زفاره وطعمها زي الفل ان شاء الله. صحتين وهنا على قلبكم ان شاء الله. اول ما الاقي بسارية تليق بيكم كده وتكون جميله ومحترمه وطازه هجيبها على طول واعملها لكم على الهوا ان شاء الله. نشوف بقى هتنزل معلومه عن البسارية.